لإصدار الأحكام في القضايا التي تخص المرأة وتخص العنف. لكن على صعيد المرأة الشخصي دائما المرأة حاضرة وبقوة وتدعم نفسها، ويوجد أيضا مراكز لحقوق الإنسان ومراكز دعم المرأة الآن بشكل كبير موجودة وحاضرة، وهي أيضا تحاول أن تصف المرأة بالإحصاءات والنسب وتكون المرأة فيها منصفة بشكل كبير. المرأة الآن هي تسعى أن تكون هي المقدمة وهي المذيعة وهي الناشرة وهي قائمة، فتكون في يعني الآن يصل صوت المرأة لكل بيت ولكل مكان ولكل أنحاء العالم. طيب المشكلة أن القانون الفلسطيني لا يتيح نسبة الكوتا، كانت تكون شبه قليلة، لا أريد أن أكون منعدمة لكن هي قليلة جدا، ولا تنصف المرأة بشكل للأسف. مجتمعنا مجتمع يمكن شوية بديش أقول ذكوري، لكن هو أيضا المرأة لا تكون فيه بالنسبة الأكبر. فالمرأة الآن صحيح هي تتولى المناصب الرئاسية والمناصب الإدارية، لكن ليس بالشكل وبالقدر الكافي. ويجب أن أقول أيضا نقطة مهمة، أن المرأة نفسها تكاد تكون مقصرة في حق ذاتها، فهي لا تتبوأ المناصب بجدارة، وإن كانت توجد وهي توجد ويعني هي تقصر في حق نفسها. وأيضا للأسف هناك يمكن قاعدة أيضا أن المرأة عدوة المرأة، لكن في أحيان معينة هناك نساء فعلا يعني نماذج مضرب للأمثال، يعني أن تكون هي حاضرة وبقوة أيضا وتكون القائدة والميسرة لكل الأعمال. ونوه أن يجب أن تهتم المرأة بنفسها أولا وأخيرا، أن تطور مهاراتها، أن تسعى جاهدة أن يعني أن تضع لنفسها مكانا، وأن تكون هي صاحبة الكلمة أو الموقف.